الفضائية بكل ما لديه من هذه الخبرة حول الترجمة وغيرها. أتمنى أن تكونوا عرفتم في هذا المساء عن من أتحدث، أستاذنا الكبير الكاتب الأنيق دوما بكتاباته أستاذ جعفر عباس، وهو في حضرتنا في هذا المقام في صفحة ملونة، لكن نناقش معه جل هم الكتابة، وأيضا نناقش معه ونبارك له سيرة وطن في مسيرة زول. مساء الخير. اهلا مساء النور، اهلا، شكرا. ولاول مره اهني الفضائيه ام درمان وبتحمل امانه اسم مدينه انجبت ما انجبت من في كل المشارب والمجالات، و يعني اظن انكم تحملون عبق هذه المدينه وكل امتدادات معانيها وتلافيفها وجخانينها لأن هي الوطن المصغر. صحيح. نورنا الأستاذ في استديوهات أم درمان، ونحن في حضرتك وفي حضرة سيرة وطن في مسيرة زول. أيوة. شكرا. هذا هو إصداري الثالث. نعم. حرصت هذه المرة إنه هذا الكتاب يطبع ويوزع في السودان بشكل أساسي، لأنه الكتابين الأولين طبعا ووزع في منطقة الخليج. نعم. ده أنا طبعته عن طريق ناشر دار عزة، وحرصت أنه يكون لأنه كله سودانيات. هو ليس سيرة ذاتية بقدر ما هو أنا في اعتقادي هو وفاء للناس والأمكنة. يعني نعم. يعني من هذا الزول الذي تتحدث عنه؟ الزول ده أنا. نعم. هذا الزول المنغمس من نخلات حلفة لغابات ورا تركاكة، من دارفور الحية نبيلة لكل قبيلة على التاكة، ولم ترضى بالانفصال. لا لا، أنا ولا أعترف بالانفصال ولا اتفاق نباشا ويحصل ما يحصل. أنا ابن هذا السودان كله، زي ما قلت لكم، يعني أنا ابن إفريقيا، صحرائها الكبرى وخط الاستوائي لفحتني بالحرارات الشموس وشوتني كالقرابين على نار المجوس، فأنا منها كعود الأبنوس، وأنا معتز بهذا اللون، ويزعلني جدا جدا إعلانات تفتح البشرة بالمناسبة. أستاذنا، زوايا مفرجة 94، 2008 زوايا مفرجة وأخرى حادة، ما هو الفرق ما بين الكتابات الأولى وهذا الكتاب؟ الفرق أنه هذا موضوع واحد. نعم. زوايا المنفرجة والكتاب الذي قبله زوايا مفرجة الأول وزوايا مفرجة أخرى حادة، ديك مقالات مختلفة. نعم. هذا كله يتعلق بشخصي والسودان والأشخاص الذين أثروا في وتأثرت بهم والأماكن التي أحببتها وأحبتني، وفيه طفولتي وصبايا وشبابي ونزقي وطيشي. كتاب سيرة ذاتية يعني. وأنا كنت حريص إنه أسميه سيرة وطن أكثر من إنه سيرة ذاتية. يعني أنا الراوي، أنا مقسم إلى مقالات، إلى عناوين. ولكنه يتعلق بناس وأمكنة، يعني من خلال معايشتي لهؤلاء الناس ولتلك الأمكنة. ولكنه ليس سيرة ذاتية يعني بأي معنى. جميل. طيب أستاذ جعفر، يعني ربما يتساءل المشاهد إنه من 94 زوايا مفرجة، بعد ذاك 2008، ربما يقول قائل أن أستاذ جعفر مقل في إصدار كتب، لماذا؟ وشوف، واحد من الأسباب طبعا أنه أنا بديت أكتب مقالات في العصر الحجري، رغم أن أنا ما بعترف بعمري بسهولة، في عصر ما قبل الإنترنت. يعني أنا عندي ما لا يقل عن 15,000 إلى 20,000 مقال. نعم. في كراتين، يعني معظم يعود إلى ما عصر ما قبل الكمبيوتر بالفاكس وبالبسطة وبالطابعة والحاجات دي. فإعادة كتابة هذه الأشياء مسألة شاقة. أنا بحس إنه أنا يجب أن أجمع هذه المادة القديمة، لكن عندي صفحة في فيسبوك مخصصة للمقالات اللي عمرها 10 سنين فما فوق.
مقل مرة أخرى لأنه معظم الناشرين الذين تعاملت معهم بينظروا إلى عامل الربح والتسويق. طبعا. أنا بنظر إلى عنصر الرواج، يعني الكتاب يتوزع أكبر عدد ممكن. نعم. يعني أنا لو بيع هذا الكتاب ب5 جنيهات أنا أكون في قمة السعادة حقيقة، لكي يصل إلى معظم الأيدي. نعم. صحيح. فالمسألة بتاعت إنه الناشر يقول لك تكاليف الطباعة والكذا والصف وال هي اللي أوقفتك عن أنك تنتج. أوقفتني، بالإضافة إلى أنه يعني معظم المادة اللي مفروض حقيقة أنا أجمعها نزلها في كتاب، أنا بدأت كتابة المقالات خارج السودان أساسا. صحيح. يعني بعد ما بقيت أنا كاتب يعني معروف خارج الوطن بحوالي 12 سنة أنا كتبت داخل السودان. هذا ده الاتهام الآن عايز أتهمه لك، أنه بقدر ما أنك يعني غزير الإنتاج في كتابة المقالات في الصحف الخليجية وفي العالم، إلا أنك مقل جدا في كتابة في الصحف السودانية، مؤخرا فقط في حكايات. لا، ما مؤخرا في حكايات، أنا كتبت في الصحافة. نعم. كتبت في جريدة اسمها السودان الدولي. نعم. لم تعمر طويلا. كتبت في السوداني. نعم. كتبت في الرأي العام، وتوقفت عن الرأي العام حوالي 4 شهور. ليه هذه الفترة 12 عام؟ أولا لأنه يعني إلى الآن أنا عندي مقالات لا تجد الترحيب في السودان، يعني أنا يعني حتى دول يعني ذوات قوانين رقابة متجهمة جدا. صحيح. أنا لا أذكر في 20 سنة أنه وقف لي أكثر من مقال واحد أو مقالين، يعني أنا في يعني تعرضت خلال ال 12 سنة دي يعني للمنع من الكتاب، صحف معينة يعني قالوا لي يا أخي حل عننا، يعني بعيد، يعني اعتبروني يعني شر ويبعدوا عنه وما يغنوا له ذاته. الشيء الثاني إنه في الصحف أنا اتعودت أكتب لقراء من جميع جنسيات الناطقة بالعربية، يعني حتى سيرة وطن في مسيرة الزور أنا كاتبه بحيث إنه يقراه اليمني والسوري والتونسي وما يطلع كيت، حتى لو في مفردة سودانية أنا بقوم بخد دلالاتها. ف يعني الإعلام، يعني أنا الصحافة السعودية والقطرية هي التي فتحت لي الأبواب لكي أكتب الزوايا المنفرجة، والزوايا البحرية فتحت لي الزاوية الغائمة وليس القائمة، يعني مجلة اسمها فواصل معنية بالشعر الشعبي كنت بكتب فيها زاوية اسمها معكوسة، فلاعتبارات وسهولة التواصل هناك وسهولة التواصل. لماذا الخليج بالتحديد؟ أنا عايش في الخليج 34 سنة. نعم، ولكن يعني الخليج أطول. أنا عشت في الخليج كويس، أنا عشت في قطر مدة أطول من أي مدة عشتها في أي مدينة أو قرية سودانية. يعني مش يعني أنا أحمل السودان في جوفي على مدار الساعة، وبالمناسبة حبسي كبس بدون مناسبة أنا بحاول أذكر الناس في أي مقال إنه أنا سوداني. صحيح. يعني حتى في مقالات التي تنشر هنا وهناك، يعني بأي طريقة لازم أذكر الناس إنه أنا سوداني. لكن أنا موجود في تلك البيئة، وبالتالي الطلب علي عالي، يعني تعرفت هناك قبل أن أعرف هنا، مجرد ما توقف من صحيفة هناك بتجيني صحيفة تانية كويس. بعدين السر الذهبي طالما جهاز المغتربين لغى الضرائب وكذا، إنه العائد اللي بتديه لك جريدة واحدة في أسبوع لا تقدمه لك جريدة سودانية في شهرين. طبعا. وانا ماشي هنا عشان اكون نفسي، يعني ما ماشي. طيب يعني استاذ جعفر، يعني الكتابه لغير السوداني تحتاج الى سودنه او تعريب ام ماذا؟ لا، هي لا تحتاج الى اي شيء. يعني شوف القضايا الانسانيه، ما يعني ما يعني جريده سودانيه شنو؟ مواويل دارفور والحريات الأربع، بالمناسبة الحريات الأربع،
يعني كل ما اقرا الحريات الاربعه بيجيني ورم في الفشفاش، لأن الأربعة نعم الحريات مؤنثه والعدد يجب ان يكون مخالف. نعم مخالف. الحريات الاربع، وكل جرايدنا بتكتب الحريات الاربع. يعني المواويل دي يعني خلاص يعني لها فرسانها يعني، ودارفور وغزه والعراق الجريح والحاجات دي كده. يعني بدأت الثورة السورية في أيام أكتب 4 5 مقالات عن بشار الفشار، معمر الجزافي، ليبيا، حاجات زي دي، وأترك الساحة وأنتقل إلى مواضيع يعني ما الناس كلها اهتماماتها واحدة. يعني أنت في السودان بتنفرد عن باقي الناس، شنو بتنفرد بدارفور والفجوة الغذائية وأزمة البطيخ وإن الجونجوليز بيعالج، يعني حاجات يعني أنا لو اتعديتها بقدر أكتب شأن يقرأه السوداني، يقرأه العماني، يقرأه الجزائري. كويس. والمسألة ما صعبة يعني، وأنا شغال في المجال الإعلام وعندي روافد بتاعت أخبار وأحداث، وبالتالي لا أفتقر إلى المادة التي يعني استلف منها نعم. افكار. طيب ده السؤال، هل ما يميز استاذ جعفر عباس الكتابه بطريقته الساخره، ام انه دائما لا يحاول ان يكون في قاع الشان السوداني ويكتب في كل شيء حول العالم؟ لا لا لا، اشوف انا الشان السوداني لا يغيب عن بالي كثيرا، بالمناسبه لا يمر يعني مقالاتي في الراي العام نعم كلها عن الشان السوداني، في الصحافة، في السوق، كلها عن الشأن السوداني 100%. لكن حتى في مقالاتي ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي أو غيره أنا بتناول الشأن السوداني. لكن أنا أصله أساسا بكره، أنا ما اشتغلت صحفي عادي بكتب المقالات والتحليلات والتحقيقات وأخذت على راسي وشالوا كلامي في سلة. لكن أنا بكره التقريرية، أكره الخطابة، أكره المباشرة، أكره الوعظ المباشر. وبالتالي كان الواعظ الداعي المحبب إلى قلبي كان الشيخ علي الطنطاوي. نعم أسلوبه لأنه أيوة لأنه ليس متجهما، وده بذكرني بعمود جميل كان كتبه زميلنا عثمان مرغني بتاع الشعب يريد تغيير الإمام. قال في ليه الأئمة عندنا زعلانين وهايجين وكوركو؟ ما الميكروفون ده بيتولي المسألة دي، يعني ايزي برد المسألة شوية والرسالة بتوصل يعني. فأنا يعني الكتابة الساخرة هي هبة من عند الله، يعني هي أنا كده، أنا بتونس كده، أنا بكتب زي ما أنا بكتب، وأنا خدت في بالي إنه أنا بتونس مع ناس معينين، وبكتب جملة بعرف انه فلان الفلاني من قرائي سيستلطف هذه الجملة. كويس. وبالمناسبة عندي علاقات شخصية مع جيش من قرائي، وتستغرب جدا انه وانا فخور جدا انه اكبر قاعدة لقرائي حاليا انفعت الشباب. يعني في فيسبوك الناس اللي بيتواصلوا معي واسسوا لي صفحات شباب. كويس. انا بعتبر ده انتصار. لماذا هذا الاقبال على الصحف؟ لانه انا استطيع ان اتواصل معهم، لاني لا اتعامل معهم بلغه هرمنا صحيح. وراحت علينا صحيح. انا بتعامل معهم وبعترف بانهم ناس مميزين وعندهم خصائص، ما زي ناس جيلنا انه ده جيل فالت وجيل بايظ وجيل لا. طيب يعني انا بعتقد انه جيل يعني معقود بنواصيه الخير وفيه كده، ولو ما هو مظلوم جيلنا هو اللي ظلمه. طيب استاذ جعفر، يعني انا ارجع بك تاني لكتابه لغير السودانيين وكده، لماذا يعني الا محاولات قليله زي محاولاتك انت انه نصل للعالميه ويكون مقروئين حول الوطن العربي، ليه نحن بنحس انه كتاباتنا وكتابنا منكفئين على السودان فقط؟ يعني والله هو يعني يعني ما انت يجب ان تكون موجود عضويا برا البلد، عشان صحافتك ما بتوزع برا. عندنا كتاب اعمده متمكنين جدا جدا. يعني انا لما اجي السودان بشتري زي 8 جرايد يوميا. في ال8 جرايد دي بقرا واحده، لو قريت واحده بينطبق حكم صلاه الجنازه
سقط عن الباقين. يعني ما في واحدة حتتميز عن الأخرى في الخبر. لكن في كتاب أعمدة، أنا في كل جريدة مثلا عندي كاتب عمود أنا أفتكر إنه بيكتب شيء متميز، عنده رأي جديد، يعني لا يكتر الحاجات. وحتى لو كتب عن المنطقة المستهلكة بشكل من زاوية جديدة بشكل جديد، فياريتنا ما بتطلع برا. كويس، ده واحدة من المشكلات. أي واحدة من المشكلات عشان الناس يشوفوها. كويس، أنا أضرب لك مثال. أخونا وجدي الكردي رئيس تحرير حكايات عنده مقال انتشر انتشار فيروسي في النت، كان كاتبه عن إيه ما عارف، سمعت به جريدة سعودية كانت في طور الصدور. المقال ده مشى بالإيميلات انتشار شديد، مقال ما يدي بكتب كويس، كتب حاجات أجمل من ذلك بكثير، بس المقال ده بالذات المهم كتب عنه حاجة العجرميات حاجة بالشكل ده. فمجرد الجريدة دي فكرت في الصدور اتصل بها ومجدي تعال اكتب عندنا. جريدة الشرق تصدر في الدمام جديدة لم تكمل عامها الأول أظن، استكتبوه. كويس، يعني نحن محتاجين للتسويق أكثر. أيوة، يعني دلوقت في عندنا كتاب بينشروا برا، خالد التجاني السفير السابق عوض محمد الحسن اللي هي الصحف السودانية هنا لم تفتح له الأبواب، وهو كاتب يعني متميز مجيد لغة ومحتوى ومتمكن. يعني عندنا كتاب عبد الله علي إبراهيم كان بيكتب برا لحين من الزمان، بس عبد الله صاحب بالين عزيز بيشترك في ندوات في فعاليات منتدى مؤتمرات وسياسي ايضا يعني. ايوه، ويعني عبد الله ده لو قعد هو كاتب مقال مجيد، يعني عنده قدره. وبالمناسبه يعني رباطه باصلي، يعني عنده قدره على الكتابه الساخره بطريقه. طيب يعني نعود للكتاب سيره وطن في مسيره زول، هل تكتب فيه بنفس الفحوه للسخريه ام هنالك يعني سرد مختلف؟ لا، هو سرد بس اسلوبي هو نفس الاسلوب الساخر. نفس اسلوب جعفر عباس. يعني انا يعني منذ ان طلقت الصحافه المكتوبه طلاقا بائنا بينونه كبرى وقررت انه لا اكتب الا هذا النوع من الكتابه. وهذا الكتاب مكتوب برضه بالزاويه، يعني تناول ساخر للاحداث، مراحل طفولتي، خرطوم بحري، بدين، كوستي، سنار، الفاشر، يعني كل الأماكن، وادي سيدنا الثانوية، جامعة الخرطوم، كل المحطات في حياتي والمحيط العام لكل هذه الأشياء بنفس اللغة التي أكتب بها مقالاتي. يعني كلها يعني بلغة لو شئت تسميها ساخرة فلك الحرية. يعني مقدمة الكتاب مثلا مثل جميع كتبي أنا ما اسم المقدمة، اسم المؤخرة. لسبب بديهي جدا اللي هي آخر حاجة كتبت في الكتاب. وأعتقد أن التسمية الحقيقية هي المؤخرة. ودي ذاتها دلالة، ده مدخل لكتاب، إن في الكتاب بدايته تكون المؤخرة. بديك عنوان للمحتوى يعني. أستاذ جعفر بتفتكر أنه غربة 25 سنة من السودان 34 سنة عفوا، يعني 34 سنة غربة تجعلك غير مرحب به من ناحية القراء، من ناحية الوطن، من ناحية الحكومات في السودان، هل أنت سعيد بأنك تكون يعني مشهور أكثر برا السودان حتى؟ لا، هو حاليا يعني ما أنا بالوقت لي حوالي 3 أو 4 سنوات أكتب يوميا في حكايات نعم جريدة شعبية لكن ناجحة.